شايف ان القواعد اللي ابتدت رابطة الدوري الاسباني انها تحطها دي ممكن تأثر شوية على استقطاب نجوم كبار ان هم يبدأوا يلعبوا في الدوري الاسباني او ينشطوا في الدوري الاسباني؟ كان دايما او جه وقت كل الناس بتتابع الدوري الاسباني عشان النجوم اللي موجودين في ريال مدريد او برشلونة، او حتى ما بدأ اتلتيكو مدريد يحذو حذو هؤلاء الاندية او هذه الاندية اسف، فبدأ الدوري الاسباني يكون ليه متابعين. شايف القواعد الجديدة دي ممكن تأثر شوية على قصة المتابعة او اهمية الدوري الاسباني ولا لا؟ No, I don't think so. First of all, لا أعتقد ذلك. أولا الدوري الأسباني لا يزال من 2013 بيحتفظ بأفضل النجوم. أعتقد أن الإعلام مأثر بشكل كبير جدا، خاصة مع رحيل كريستيانو رونالدو، وكان الكل متوقع أن يتأثر الدوري الأسباني برحيل كريستيانو رونالدو، لكن الأرقام بتتحدث أن ما فيش أي تأثير، لأن الدوري الأسباني استمر في تحقيق أرباح واستمر في زيادة عدد المشاهدات، استمر بزيادة الحقوق التلفزيونية والتعاقدات، وخاصة كمان لو حسبنا النمو في وسائل التواصل الاجتماعي وعدد الفولورز أو المتابعين، كل دي مؤشرات بتوضح أن ما فيش أي حالة من حالات الضعف. خاصة كمان لو جينا شفنا أن كريستيانو لما ميسي مشي كمان، أعتقد أن حتى الشرق الأوسط ما زال عدد المتابعين مستمرين وبيزيدوا. أعتقد أن تاريخيا أغلب كل النجوم بيحبوا يلعبوا في الدوري الأسباني. أعتقد أن كريستيانو لما مشي ونيمار مشي ما كانش حصل أي شيء يحد من قوة الدوري الأسباني. لو لاحظتوا في عدد كبير جدا من النجوم في الماضي وكلهم مشيوا، كل النجوم يعني بالضبط كل النجوم. So what happened؟ إيه اللي حصل بمنتهى البساطة؟ إن كل دول مشوا أياً كان السبب، مالياً أو بيحاولوا إن هم يخلصوا أو ينهوا مستقبلهم في كرة القدم، سنهم كبر، مستواهم قلل، كل دي أسباب مختلفة، لكن ما فيش حاجة أثرت على الدوري الأسباني مع مرور السنين. كل اللي احنا شايفينه هو نمو للدوري الأسباني وزيادة في عدد المتابعين وزيادة في العقود اللي بتوقع مع الدوري الأسباني لبث المباريات، فكل شيء ماشي ومظبوط على رغم من رحيل كل النجوم دول. فإحنا بنعتقد أن كل نجوم العالم بيتمنوا أن هم يلعبوا في الدوري الأسباني، خاصة ريال مدريد وبرشلونة، هم جزء من الدوري الأسباني شئنا أم أبينا. ريال مدريد وبرشلونة فازوا بأغلب البطولات اللي كانت موجودة في الفترة اللي فاتت، وانتوا شايفين ريال مدريد لما غلب مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، زي ما انتوا شايفين يعني عدد الناس اللي بتشجع فيا ريال 50,000 لكن الزمالك أكتر مثلا، لكن لما فيا ريال تفوز على مانشستر يونايتد في الأوروبا ليج ده شيء كبير جدا. لما شفنا قدام تشيلسي كانوا هيفوزوا لكن البنالتي اللي حصل غير كل حاجة. زي ما قلت لك الكرة الأسبانية كبيرة جدا في العشرين سنة اللي فاتت، كانت قوية جدا. Over the last 20 years, most of the Ballon d'Or were in Spain. فزنا بكل حاجة، حتى الكرة الذهبية كانت موجودة في أسبانيا. لأن كريستيانو كان موجود وميسي موجود، لكن برضو كان موجود لوكا مودريتش. الأرقام بتتكلم دايماً إن الدوري الأسباني هو اللي بيجذب أكثر نجوم. حتى لو ميسي مش موجود مع الأسف. لكن في بنزيما، في أوبلاك، وفي كريستيان بيل، وفي هازارد، فأعتقد أن الآراء هتبقى متضاربة. أعتقد أن اللي موجود في الدوري الأسباني كم ضخم جدا من النجوم هيقدروا يوجدوا حالة من المناسبة.